تنطلق النسخة السادسة من بطولة أبو ظبي إكستريم في صالة مبادلة أرينا الجمعة المقبلة وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين في الفنون القتالية، وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور موسع من نخبة اللاعبين المشاركين في البطولة كالبرازيلي واندرسون فيريرا وجوسيه فورميغا والبرتغالي برونو ليما والروسي تاجير أولمبيكوف، ومن المملكة المتحدة سيشارك محمد مكيف. جديد في النسخة، أول شيء عدد الفايتات أكثر من البطولات السابقة لأهمية هالبطولة والأسبوع القتالي في أبو ظبي هو الفايت ويك. فنحن نطلع واللعيبة نوعية اللعيبة اللي يبناهم مختلفين جدا عن السابق. أوكي في كم لاعب رد، بس نحاول بعد أن نشوف أن نجيب لعيبة مستويات جدا عالية خاصة في الجرابلينج أو في الجيجوسو. توفقنا في بعض اللعيبة وفي بعض الأشياء، في بعض اللعيبة الثانية ما قدرنا نجيبهم بسبب إذا كان مطلوبين في بطولات ثانية، التزاماتهم في أشياء ثانية، بس نحن نتوقع أن هالبطولة بتكون جدا ناجحة جماهيريا وفنيا.